نبتدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بحق ممشانا هذا إليك وبحق مقامنا بين يديك أن يا ربنا لم نخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع، لكن خرجنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإحصائيات اللي قالها دكتور محمد على الجالية اليمنية طبعا أنا مش هتكلم عليها، لكن خلوني أتكلم عن الجالية اليمنية في تركيا. أول مشاركة لي، أنتوا الأول فاهمين لغة المصري؟ طب الحمد لله. أول مشاركة لي مع الجالية اليمنية كان تقريبا من 4 سنوات أو 5 سنوات. أنا أشهد حتى دايما بقول كده في أي جالية بروح أحاضر فيها مدى التنظيم والتنصير اللي في الجالية اليمنية، اسألوني أنا، مش موجود في أي جالية تانية. فدي حاجة تشكروا عليها، ندعو الله سبحانه وتعالى نقوم يعني بذكر خير ومزيد من التقدم، لأن ده فعلا حاجة ملموسة إحنا بقيت الجاليات نفهمها. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبيعة الشعب اليمني. أنا هكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أهل اليمن وهواه يمان، يعني طيبين محبين للفطرة. أنا لازم أسمعك أنت كزوجة وكامرأة الكلام ده ليه؟ عشان لما بتسمعهوش يا بنت الحلال يبقى أنا قلتهولك. طيبين، سهل مرجعيكم مهما حصل، يعني مهما حصل من كلام اللي بيحصل يومين دول وشغل النسويات والندية ورسك براسه وما يعملش عليه والكلام اللي طالع ده، لكن المرأة اليمنية صدقاً أكثر قرباً. ساعة ما أقولها الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصى بكذا، تقرأ ترجع، ودي من صفات المؤمن ودي بشرة. المؤمن رجاع للحق، يعني ساعة ما يشوف الحق يرجع له. في بعض صحيح الحاجات اللي جت يعني حديثة، لكن خلونا نتكلم على الإيجابيات. رقم ثلاثة، المرأة اليمنية من أكثر، وده اللي أنا شفته بالواقع، أنا برفع لكم واقع بحكم إحنا داخلين في السنة التاسعة، واقع أنا عشته مع المرأة اليمنية، حريصة على البيت لآخر مرحلة. ما بتبقاش عايزة يا دكتور محمد مثلا، ما بتبقاش عايزة تماما الانفصال. طب كذا، طب نعمل الزوج بقى، يعني ممكن نكلمه شوية ده لو جه يعني. ولكن الرجل الزوج اليمني لما بقول له بس هلفت نظره، بس خلي بالك يا حريصة على البيت، خلي بالك هي مش عايزة تهد، مش عايزة طلاق، مش عايزة، وعندها مرونة في تقبل الأحكام، مش هنقول عليها عشان ما نزعلش الناس اللي بترفضها بقية النساء على الكرة الأرضية كلها، عندها تقبل للنقطة دي بنسبة تعدي 50%. أنا برفع لكم واقع. لما أجي نتكلم عن الأسرة اليمنية والإرشاد الأسري، يعني اللهم بارك الأساتذة لخصوا الكلام والنقاط بتاعة الحل. إيه اللي يخليكي أسرة سعيدة؟ فين؟ في الغربة. احنا في غربة، لكن كون ان الجالية تعمل لنا محضن زي المحضن ده، اذكر من 5 أو 6 سنوات كان مجمعين الجالية اليمنية في العيد على العبارة كله، يلا تعالوا على العبارة في العيد كله نعمل ده من التكافل. انا شايفة حد شبهي موجود في مجتمع الغربة، الاولاد شايفين اللي شبههم، الامهات شايفين اللي شبههم، ده نوع كسر حاجز انا بعيد. طبعا احتساب النية لله سبحانه وتعالى، ومن هجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ونوايا الهجرة وهكذا، لكن بنبقى محتاجين يعني ندعم بعض، نسمع كلمة، يتعمل مؤتمر زي ده أو محاضرة زي دي، ونيجي نتكلم ونقول إحنا معاكم وسامعينكم، ويلا قولوا الاقتراحات، ويلا قولوا كل الكلام لإسعاد الأسرة كتاب وسنة. صدقوني مهما نروح ونشرق ونغرب كتاب وسنة. الخطاب ده سهل تقبله لامرأة متزوجة عمر زواجها 5 سنين 7 سنين 9 سنين، لكن هل الخطاب ده ينفع لبنات جامعة؟ نسبة تقبل البنات اللي بقالهم هنا 5 أو 7 أو 8، الخطاب ده سهل تسمعه؟ حسب الأسرة، هي طالعة الأسرة عاملة ازاي؟ هل فيها الله يقال؟ هل فيها هيا إلى الصلاة لنعبد الإله ونبتغي رضاه؟ هل فيها الجلسة اللي قالها الأخ، جلسة اللي احنا بنقعد فيها
ونتجمع على القرآن وشرح حديث وشرح آية وكيفية التخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه على حسب. عشان كده احنا في تحدي حقيقي، سواء للأسرة اليمنية، الأسرة المسلمة على مستوى العالم، مستهدف انت. ولما بتكلم بفرح جدا لما تيجي الزوجة هي وزوجها علشان نفهم الزوج، لكن انت اللي عليك 90%. وسامحوني انا عايزة النساء بتزعل مني من حاجة زي كده، بس دي حقيقة. انت العطاء، انت التفاهم، انت الاحتواء. انت لو في ربان السفينة ساب المجداف بتاع القارب، ساب انشغل في امور ليست رمى عليك المسؤولية، تسيب المركب يغرق ولا تحاولي كل طاقتك؟ وانا ببشرك ان انت فيكوا الصفة دي، ما بنسيبش المركب يغرق. علشان كده احنا محتاجين خطاب من نوعين، خطاب يواجه حد يخاف الله عز وجل. لساعة ما اقول للنبي عليه السلام لا نخاف كذا، اصلا مش هتبقى دنيا واخرة ما متبهدلين في الدنيا، وفي في الاخرة كمان ما فيش جنة ولا في فردوس، لا ده. اما الخطاب الاخر وده اللي انا بعنيه، وللاسف للاسف ابتدى ياثر على المرأة المسلمة والبنات حتى المتزوجة، تقول لك اه، يبتدي مثلا بضرب الفطرة، يعني يضرب فطرة سليمة، يقول لك هو انت ليه وايه، وبوست واخد ملايين وفيديو جايب مشاهدات مليارات، هيافة فقاقيع. والمعنى ايه؟ حريتك. ايه ده؟ بنتكلم في معنى حقيقي واقره الاسلام، لكن الاسلام الاسلوب ملتوي. حريتك ما يجيش عليك، اوعي تاكلي مطرح عيالك، اوعي تكوني نايمه ويجوا عليك ويعملي كذا. قيمتك الذاتيه قولي له عند كذا ولازم تلتزم، وراح المعنى الاساسي اللي بنسميه مثلث الاسره. جعل، يبقى الجعل ربنا سبحانه وتعالى في ايه؟ للازواج. يعني ينفع الكلام ده ما بين اتنين حبيبه يا بنات جامعه؟ لا. طب ينفع ده بس هو ايه دخل البيت وخبط؟ لا، مع السلامه، ما ينفعش الايه. جعل بينكم موده ورحمه احسن من الحب. يا دكتوره ده احنا بنقول بالحب والحب تقام، لا لا لا، الحب مشاعر ما فيهاش فعل. انا بحبك بس سبتك تمشي الصبح من غير فطار، بس بحبك يعني، بس يلا مع السلامه بقى يا رب طريقك وانت جاي اما تيجي. انا بحبك بس ما قدرتش ان انت جاي في يوم عرقان ولا جاي يوم كله تلج ونص البنطلون ما اعرفش حصل ايه عشان رجله غرست وكذا، وراعيه وقف وتعالوا يا اولاد وندعوا. ما بعملش الحب جوه مشاعر، ما يقيمش بيت. كلمة دي بتزعل البنات، بتزعل البنات والحريم والله كله دلوقتي. لكن ايه اللي باقي؟ المودة. ليه؟ بشوف في الفعل. يا ست كرهته، كرهته ولا تجيبيني سيرته ولا عايزه منه لله، وعامل فيا وظالمني راحت الموده. شوفي بص القران ما سابش، لان ربنا اللي خلقنا يعلم ايه اللي انت عايزاه. جعل ايه؟ رحمه. مفيش حب؟ مفيش. الله ما في، باعه خلاص. مفيش موده؟ مفيش. نتعامل بالرحمه، نتعامل بالرحمه حتى لو راحت الموده والحب. عشان كده البيوت ما بتتهدمش، علشان كده حالات الطلاق بتقل لو فهمنا المثلث ده. طب والمستهدف؟ لتسكنوا، لتسكنوا. مش انا داخل في البيت يا دي المصيبه وهتعمل لي ومنكده عليا ومكشره ومقابلاني ببوز قد كده ولو يا وشها ومال. ما فيش. مش المفروض انت تفهم؟ مش المفروض انت تعمل؟ ما بتتكلمش. لتسكنوا، انا فرحان وانا داخل البيت ده. مش زوج، بص يا دكتوره هلا اقسم بالله انا مخلص شغل الساعه 8 والله ما راجع البيت. انا مش راجع البيت. ليه يا ابني؟ قاعد في المكتب لحد 12 بالليل. مش غم، مش البيت غم، مش بيت راحه، مش بيت ريحته حلوه، مش زوجه واقفه مستنياه بضحكه وبسمه غم. ليه؟ علشان ما عندناش تكنيك، ما عندناش وسائل واليه ازاي تاخدي زوجك ده كده تحطيه جوه حباب عينيكي ويعمل اللي انت شايفه حبيبي وعمال ينفذ كلامك كله. ما عندناش، ما شاء الله علينا صادقين قوي. يعني هو مش دي الحقيقه يعني يا دكتوره هلا؟ اكذبي يا ست؟ ما تكذبيش، بس خد الاسلوب والطريق. انا داخل البيت ده فرحان، سكن للروح، مش مطالب مني اغير طبيعتي ولا تكلف ولا ابقى متضايقه من امتى يمشي بقى، لا. ولا العيال اول ابوهم ما يجي كله يروح في حته، ووه امتى منكد
علي، لا انا بطلع كل الحلو اللي فيا في وجود زوجي. التوأم بتاعي وشريك حياتي وهو مرتاح ومطلع كل طاقته الجميله والتقدير والحب والامتنان في وجود الزوج. هي دي اللي تسكنه، مش البيوت ساحه حرب، مش البيوت خناقات والناس سامعه بينا، مش العيال كل يوم شايفين خناقات لا. عشان احقق معادله لتسكنه اليها دي محتاجه انك تتعلمي اعمل ايه. هو احنا كده كل ما تقابلنا تقولوا لنا اعملي لزوجك وحسن التباعد معلش سامحي يا ست، معلش تعالي على نفسك في الدنيا، كم لبستم يعني ساعه؟ ده بقالي 40 سنه و50 سنه العامل انه 50. فاسال العادين، اسال العادين يعدوا لك، ده من المغرب للعشاء، بيقول لك فرق ما بين صلاتين، من العصر من الدور للعصر، الدنيا دي كلها والعيال والسنوات كله. طب وبعدين؟ خليكي ناصحه، اوعي تخسري دنيا واخره. هو اخطا يحاسب، هو قصر في حقك يحاسب، لكن انا الله عز وجل يحاسبني عما استرعاني الله عز وجل عليه. لانك رعية في قلب بيت زوجك، طب تعملي ايه؟ اتعلمي، ما في مشكلة. طب انا عايزة بس بالله عليكي كده وحكمي عقلك كده، ال 24 ساعة في ال 24 ساعة جاي حصل كذا مشكلة كذا لازم تحل ولازم نقوم، لعلمك بقى احنا ما بناخدش حاجة. تاني يوم هو انت ما عملش، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني كل يوم نفس الامر ونفس وبنعيد بنزيد، ما احنا ما بنوصلش الحل. لكن اصح في وقت العرض المشكله، اختاريه في اليوم، يوم هادي واكل عامله له اكله حلوه من الاكلات الجميله بتاعت اليمن اللي بنسمع عنها دي، قاعده وعامله له البخور ومدقه له نين. مش عايزه اقول لكم الجاليه مين عماله بتعمل زيوت طياره، مش عايزه اقول لكم داخلين في المنافسه. لكن اتكلم معاه من الساعة كذا يا زوجي للساعة كذا في اليوم الفلاني، بس أذنك بس نتكلم في في المشكلة الفلانية. بيعمل إيه؟ مخ الراجل لما فهمه هرتاح، مخه متقسم مش زينا عشوائي. أنت يا مالك خد يا بنت اعملي مش عارفة إيه، هات يا مش عارفة، مخنا سلوك داخلة ببعض، حارات وبتاع والكهرباء داخلة على المية على التليفون كله على بعض. هو لأ، أنت بتكلم في الشغل ففي الشغل، أنا في البيت يبقى في البيت. تقوم انت جايه من التطال الشغل للبيت لامك للعيله للعيال، يعمل ايه؟ يفصل ولا بيسمعك. النقطه رقم اتنين، احدد وقت، ودي مهمه، يعني احنا عندنا ست خطوات، انا هقول لكم خطوه بس النهارده عشان الوقت. يوم يا زوجي بستاذنك اليوم الفلاني من الساعه الفلانيه هنناقش المشكله كذا، تمام؟ خلي بالك ان شاء الله بكره مش هنكد، هي نص ساعه بس. ليه نص ساعه؟ اديكي سر، مخ الراجل بيفصل بعد 12 دقيقه. شكرا شكرا 12، فانت الحقي نفسك قبل ال 12 دقيقه. وابتدي اقول والله يا زوجي المشكله الفلانيه انا شايفه ان احنا نوافق بسبب الايجابيات 1 2 3، وبسبب نرفضها بسبب سلبيات 1 2 3، ونستخير والكره في ملعبك. يعني ايه؟ يعني انت صاحب القوامه، يعني انت الراجل. هو يوم لما وياخد القرار يعني اللي انت عايزه، بس انا يعني بقول لك كذا لو كذا، زي ما عملت السيده ام سلمة يا اخوات. سمع الكلام ما سمعش، طب نستخير اسمع مشي، يتحمل نتيجه قرار. ليه؟ عشان هو الشنب اللي في البيت، عشان هو الراجل اللي لما يجي تحصل مصيبه هجيبك انت ولا اجيبه؟ تعالى يا عم الحاج الراجل، انت حصلت المشكله تعالى اتحمل نتائجها، بتتجاب انت ولا بتجاب الراجل؟ فخليكي نصح. اسمعوا بقى مقوله الشيخ السعدي في حاجه زي كده، قال لو الزوج خد قرار والزوجه قرار تاني والاثنين تحت مسقف، احنا سقفنا قال الله قال يعني طاعه، قال الله قال رسول الله قال الصحابه اولو العرفان، وراي الزوج طلع غلط والزوجه سمعت الكلام ومشيت، قال ببركه طاعتها له الله عز وجل يبارك في القرار ده ويعود بالخير عليها وعلى اولادها. انا بفرح بالامر ده ليه؟ علشان نواياك. اقسم بالله ثم اقسم بالله واقسم بالله كمان مره، يمين اتحاسب عليه، ما في زوجه بتنوي نوايا اخرويه للجنه لله الا وربنا يكرمها. يجي الزوج يقول لها والله شكلك مستجبت الدعوه واعتدى عليا، والله ده انت صالحه وبتاعت ربنا، يا اخاف. طب ما قالش مش مهم، طب ما قدرش مش مهم،
مع ان احنا بنقول لهم يعملوا ايه، ما مدحش، نقد، لوم، ما بيسمعنيش. اعمل قطتين ولا اعمل دلح ولا شايف حاجه ولا بيقول. مش مهم، هو انا بعمل لزوجي؟ اسمعوا يا اخوات، يا زوجات ويا بنات المستقبل، انت بتعملي لزوجك؟ مش في الميزان. انا بعمل لله عز وجل في زوجي، انا بعمل لربنا سبحانه وتعالى في زوجي، فيردني الله ويرد عني زوجي ويسيب المشاكل. ينفع نكون كده قبل ما اختم؟ ينفع نكون كده؟ اللي انا بقوله ده سهل ولا صعب؟ لا، عايز اسمع من نساء ينوبكوا ثواب. سهل ولا صعب؟ قول الله المستعان، قول الله المستعان وعلي تكل. ده ما يمنعش ان احنا بندي يعني محاضرات للرجال ونقول لهم اعمل زوجتك يا ابني، قول لها كتر خيرك. ورده هي بتتروى بايه؟ انت قلبك وحبك وشغفك وعينك وحياتك وروحك بتنمو بايه؟ بالكلمه، كتر خيرك يا ست الكل، الله يبارك فيك، والله ده انا ربنا كرمني بوجودك، ياه هتبقي معايا دنيا واخره. يلا ها، كلمه طيبه يحصل ايه؟ تقوم تشيل الكره الارضيه كلها علشان، صح ولا لا؟ هو ده المفتاح. لكن انت عليك احتساب نوايا رقم واحد، رقم اتنين مش كل يوم خناق، وخدي الخطوة دي من ست خطوات بقى يبقى ربنا أحيانا وما متناش نبقى نقولها لكم في يوم تاني. رقم تلاتة، ما عملش، ما شكرش، مطلوب مني أنا بس، اوعي تسمعي كلام النسوات وكلام الهد، انت مستهدف من العالم كله، ما عرفوش يبوظوا الإسلام، ما عرفوش يبوظوا القرآن، يبوظوا من كل ما يعملوا بره. في واحدة في البيت قاعدة بتربي جيل، الله، الصلاة، ربنا، بص ايه ده ابوك يا ابني، والجزاك الله خير يا حبيبي، ما يصح، حلال وحرام، لكن المصدر ده، الجوهرة والماسة اللي اسمها الزوجة والمرأة دي، طلعناها بره، ده حريتك، قمتي، ناسي، لازم يعرف ده. يا بنتي فوقي البيت بيبوظ. فانت مستهدف، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم ويجعل بيكم بيوت صالحه منيره يرضاها الله عز وجل، تبقى محط لملائكه الارض والسماء، قولوا امين. جزاكم الله خيرا، واسف ان انا طولت عليكم.